يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، احنا كنا توقفنا عند الأدب الرابع خمس سادس نعم. فهذه أداب يطالب مع الشيخ، والشيخ هو المعلم وهو المهذب وهو المربي، وله فضل على وله فضل بعد الله عز وجل على الطالب. فلذلك شرع للطالب مجموعة من الآداب يتأدب بها مع شيخه، وهذه الآداب هي من الزينة التي يتزين بها طالب العلم. فالأدب كما تعلمون هو يعني مجموعة القيم والمعاني والأخلاق والمثل العليا التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. وحاصل الأدب هو حاصل تزكية النفوس. حاصل الأدب هو ثمرة التزكية التي أمر الله جل وعلا بها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدم الله جل وعلا التزكية، والتزكية هذه ثمرتها تزكية النفس، طهارة النفس، تطهير النفس من الغل والحسد والعجب والكب والخيلاء والذياء، وتطهير النفس من سائر الأخلاق الذميمة التي لا تتوافق ولا تتناغم مع طلب العلم. فمن أدب في الطالب مع شيخه إذا سمع من شيخه شيئا قد سمعه أو يحسنه فليصغي إليه إصغاء من يسمع ذلك لأول مرة. قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، والتابعي هو كل من رأى الصحابية نعم وعاش على الإسلام ومات عليه، والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومات على الإسلام، حتى لو رآه لحظة ثبتت له الصحبة. نعم. فكذلك التابعون هم الذين رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعطاء ابن أبي رباح من كبار التابعين، متوفى سنة أربع عشرة ومائة. قال إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، وهو أعلم بالحديث من الذي الذي يسمعه إياه. يقول فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وهذا هو الأدب أيضا، وهذا الأدب الذي ينبغي أن يتأدى به الطالب. إذا سمع شيئا حتى لو كان يحسن هذا الشيء، لا يبدي للمعلم أو لا يبدي للشيخ بأنه يعلم هذا الشيء وأنه على علم به، وإنما يتأدب وكأنه يسمعه لأول مرة، كما قال عطاء. وقال أيضا وإني لأسمع الشاب ليتحدث بالحديث فأسمع له كأني لم أسمع به ولقد سمعته قبل أن يولد. يقول وإني لأسمع الشاب ليتحدث بالحديث فأسمع له، هذا من الأدب نعم، كأني لم أسمع به ولقد سمعته قبل أن يولد. هذا من أدب عطاء رحمه الله تعالى. ولا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يسوقه فيه بمعنى لا يضع نفسه معه في هذه المنزلة في هذا السؤال. مثلا يسأل الشيخ أمامه فهو يتكلم هو، طب لماذا
هذا ليس من أدب، سؤال موجه للشيخ، وهذا يحدث من كثير من الطلبة، فتجد أنه يسرع بالإجابة حتى قبل إجابة الشيخ وقبل إجابة المعلم، وهذا ليس من الأدب. يعني في حضرة الشيخ لا تتكلم حتى يأذن لك بالكلام، إذا أذن لك بالحديث تكلمت، إذا لم يأذن لك لم تتكلم. وألا يستحي من السؤال عما يعني أشكل عليه فهمه بتلطف وحسن خطاب وحسن أدب، ولا يسأل عن شيء في غير موضعه، وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، الحاح كثرة السؤال، لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب تلطف في التصحيح، هذا من الأدب. نعم، يعني لا يكثر عليه السؤال، وإنما يسأله بتلطف وأدب، كما يعني عادة يعني المؤدبين من طلبة العلم لا يسأل الشيخ إلا الأول يقدم بين يديه، يقول أحسن الله إليك، يعني ما ترون في كذا، وما ترى حكم كذا، هو يقدم سؤاله، أحسن الله إليك، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، هذا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدى به. نعم، لأنه عندما تكلم مع الشيخ لا يتكلم مع قرين له. قال عبد الملك، وكذلك لا يسأل عن شيء، في بعض الناس بتسأل عن مسائل يعني هو يفترض مسائل يسأل عنها، يعني إذا أشكل عليك شيء اسأل عنه، لكن يعني لا تبتدع مسائل وتسأل عنها لمجرد السؤال. قال عبد الملك بن قريب الأصمعي، متوفى سنة 1600، إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم، فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما. أما اللاتي في العالم، يعني هو يقول أربع خصال، يعني أربع من الصفات، إذا توفرنا في العالم والمتعلم تم لهم الأمر، يعني وصل إلى درجة الكمال ووصل إلى درجة عالية من الفهم ومن العلم، وإذا لم يكن فيه وإن نقصت من واحد منهما واحدة من هذه الخصال نقص يأمهما، نقص ما هم عليه من العلم ونقص ما هم عليه، لم يتم لهم، لم يصل إلى درجة الكمال بعد. أما اللاتي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل. العقل هو في اللغة اللي هو مأخوذ من العقال، والعقال اللي هو إيه؟ الحبل الذي تربط به الدابة. فكذلك العقل الذي وهبه الله عز وجل لك، إنما وهبك الله جل وعلا عقلا حتى يحجزك عن الدناية، ويحجزك عن إيه؟ عن المعاصي، وعن الجرأة على الله سبحانه وتعالى، وعن فعل ما لا يليق بالمسلم. تعرف الإنسان السوي عنده ثلاث دوائر متساوية. ارسم الدوائر دي زي كما أقول لك الآن. المشاعر دائرة كده كبيرة، اعمل دائرة كبيرة. الكلام ده يدرسونه في الطب النفسي. هذه المشاعر وهذا التفكير اللي احنا بنسميه العقل، وهذا السلوك. تمام؟ ارسم ثلاث زوايا تحت ثانية بهذه الطريقة. دايرة كبيرة نفس الكلام، ودايرة تحت كبيرة زيها مثلها بالضبط، ودايرة صغيرة خالص هنا كده. واكتب نفس الكلام عليها. المشاعر، التفكير اللي هو العقل يعني، والسلوك. السلوك اللي هو ايه؟ ما معنى السلوك؟ الافعال. المشاعر والعاطفة، لما لو كنا اذا اراد الانسان يفعل اي شيء يبقى عنده ايه؟ مشاعر عاطفة. الدايرة بتعمل ايه؟ شوف ده، شايف الدايرة ده اسمه الشخص السليم. و
وهذا الشخص المريض تمام، أنت عندما تفكر في شيء تريد أن تفعل شيء فبيكون عندك عاطفة ولا لا؟ المشاعر، فالمشاعر بيطلع من هنا يخرج السهم يروح فين؟ أين يذهب؟ إلى التفكير والعقل. أي شيء الإنسان يريد يعمل يفعل أي شيء فيطلع المسألة التفكير الشيء الذي يريد أن يفعله يخرج من المشاعر يروح إلى العقل. العقل إذا في الشخص السليم الدوائر دي متساوية، في مشاعر في عقل في سلوك. فالشخص السليم اللي هو الإنسان الدين العاقل، لأن الدين هو من أعظم أسباب كمال العقل ونماء العقل، لما يخرج شيء من المشاعر فبيقعد على هذا. العقل السليم ده والتفكير السليم إذا كان هو الحمد لله مرتبط بالله سبحانه وتعالى والقلب وثيق الصلة بالعقل، فإذا كان هذا الشيء يرضي الله سبحانه وتعالى وشيء يعني يليق عمله فبيعمل إيه؟ ينزل من التفكير، يمشي التفكير ده، يمشي الدائرة إلى السلوك، يفعله، يطلع هنا إيه؟ الفعل. فالفعل ده هيكون في الحالة إيه؟ فعل هنا الفعل سيكون موافقا للشرع والفطرة. تمام. الشخص المريض بقى فهمنا الشخص السليم ايه اللي الدايره عنده عباره عن ايه؟ مشاعر تخرج من تخرج المشاعر تمر على التفكير العقل. اذا هنا التفكير ده هذا ايه يسمونه ايه؟ الفلتر، الدايره المرور، بوابه المرور للسلوك. فإذا كان الحمد لله الإنسان السليم الدواعي دي متساوية، يبقى إذا كان الفعل مستقيما والفعل يرضي الله سبحانه وتعالى ويتوافق مع القيم والمعاني والمبادئ فينزل إلى السلوك. إذا كان المشاعر مخالفة هيعمل إيه؟ أول لما يأتي المشاعر المخالفة دي باللون الأحمر إيه؟ هنعملها باللون الأحمر. دي تفهمها أنها معناها إيه؟ معناها أن فعل غير مرضي، مخالف للشرع، مخالف للقيم والمعاني، مصادم للفطرة، في جوء على محارم الله سبحانه وتعالى. التفكير يعمل ايه؟ والعقل ده واحد ده سنين ما بيعديش هنا بينزل السلوك، لا بيمره بيرده مرة ثانية. عشان كده اسمه العقل ايه؟ سمي عقل عقل لانه عقل الفكرة، بيعقلك يعني بيربطك عن الأثام والمعاصي والجرأة على الله سبحانه وتعالى. ده هذا الإنسان السليم السوي. الإنسان المريض شوف الدايرة، شوف المشاعر عنده قد إيه، ها، والسلوك عنده قد إيه، التفكير عنده قد إيه، شوف التفكير عنده قد إيه، إيه اللي يحصل بقى؟ التفكير عنده في إشكالية في العقل نتيجة ماذا؟ نتيجة المعاصي، الصحبة الفاجرة، نتيجة الإلف المنكرات، نتيجة عدم التوازن النفسي، نتيجة فعل المحرمات، بيئة المعاصي التي هو فيها. فدائرة التفكير هنا صغيرة جدا، فأي شيء يطلع هنا من المشاعر يروح فين؟ ها؟ شوف هنا بقى المشاعر هنا هتروح رايحة، هتروح هنا كده وتنزل مباشرة. فيش خالص، فيش تفكير، عقل. عشان كده دايرته هنا عامله ايه؟ صغيرة جدا. فهنا العقل تعطل، وهذا يسبب ايه؟ يسبب السلوك الاجرامي، يسبب السلوك الفعل الدناية. هو اللي بيعمل المعاصي وبيفكر ما فكرش خالص قبل ان يفعل المعصية، قبل ان يرتكب، قبل ان يسرق الناس، قبل ان يعتدي على الناس، قبل ان يقتل. هو فكر، لو فكر فعلا لن يفعل. يبقى اذا هو هذا انسان مريض، شخص مريض. دايرة التفكير عنده قد ايه؟ شوف انت دايرة التفكير كيف وصل الى هذا؟ عوامل كثيرة جدا بتوصل الانسان لكده، بتلغي عنده دايرة التفكير خالص، تجعله صحبة فاجرة، ما بيفكروش، كلهم لا يفكروا، خاصة الشباب صحبة فاجرة، بيصاحب اهل الفجور، ناس اللي قاعد على المقاهي طول الليل
في الغيبة والنميمة وشرب المخدرات وشرب الدخان وشرب البلاء هذا، انتشار المعاصي في البيئة، كل ده بيلغي ايه؟ بيلغي العقل، بيلغي التفكير. فايه اللي يحصل؟ يخرج ايه هنا بقى؟ يخرج سلوك مدمر، افعال مجرمة، افعال آثمة، معاصي، فجور، انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. ليس هناك رادع لفعل المعاصي، والكلام ده ممكن يتوافق عليه أمة كاملة. نعم، ممكن أمة كاملة تكون على هذا النمط. هو قوم لوط القرية كلها بتمامها وكمالها كانوا على هذا. فما وجدنا فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، بيت واحد فقط مسلم، حتى هذا البيت مخترق. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الكلام ده لازم يكون حاضر عندك جدا، وفاهم الدايرة دي، وفاهم الدايرة بتمر ازاي، وانت بتعلم على السهم الاحمر ده بتكتب الافعال المشاعر الآثمة اللي هي بتحض الناس على الفجور. فالتفكير السليم بيعمل ايه؟ بيردها مرة ثانية، العقل بيرد مرة ثانية التفكير ده، ولا يمرر الى السلوك الا ما يتوافق مع الا ما يتوافق مع الشرع ومع القيم والمعاني والاخلاق. لان كل واحد منا عنده نوازع. هو انت ليس عندك نوازع؟ ايه الفرق بين الانسان السوي وبين الانسان غير السوي؟ الانسان السوي المسلم المقيم لامر الله سبحانه وتعالى عنده فضل الله، عنده من المعاني ومن القيم والاخلاق اللي خلى عقله فضل الله، جعل عقله راجحا، فبيحكم على الامور بميزان دقيق وصحيح. فاي مشاعر تخرج مباشره بيرضاها ولا لا؟ لما عرضت الفاحشه على يوسف عليه السلام وغلقت الابواب وقالت هيت لك، ماذا فعل؟ قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. قوه العقل والقلب والاراده قويه جدا. مجرد هذا الرد مره ثانيه مباشره، قال ما هنا التفكير هنا حسم الامر مباشره. العقل السليم، القلب الصحيح النابض هو هذا. لكن الانسان المريض بيخرج من المشاعر، ما بيعديش، ما فيش تفكير اصلا. وهو ده بقى، وهذا يسبب السلوك المدمر، ويسبب سلوك شرب المخدرات وشرب هو المدمن ده يعني حياته يعني يا دمرت، وحياه الاسره كلها. ايه اللي حصل؟ هو هكذا. كل ما بيتغر على المعاصي، كل ما دايره العقل عنده بتعمل ايه؟ بتقل حتى تنعدم. يبقى سلوكياته مباشره، هو عنده رغبه جارفه فبتنزل مباشره للسلوك، ما فيش لها ضابط ولا رابط. عشان كده علاج المدمن بياخد سنوات، ياخدش شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، ممكن ياخد 15 سنة. لأنه يحتاج إلى أنه يبنى له منظومة القيم مرة ثانية، يعلمه كما تعلم الطفل الصغير، تعلمه الحلال والحرام. خلاص منظومة القيم يا دمرت، منظومة العقل ليس هناك عقل، نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا عشان ما نوصلش لهذه المرحلة محتاجين الى تقوى وصحبه صالحه وبيئه طيبه ودعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى واستغاثه بالله عز وجل، وتنقيط الاصحاب جدا مهم جدا جدا. تنقيط الصاحب خاصه الشباب اكبر مشكله عندك. ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا قد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ولذلك انا قلت لك ان الدرس ده احنا مش فقط بندرس درسا، احنا بندرس خبرات في الحياه يعني اسلوبا لك كيف يعني تتعايش مع هذا المجتمع الذي تعيش فيه. هو مجتمع فيه متناقضات في الحقيقه، وفي يعني شخصيات فيها، في ناس كثيره جدا ممكن يكون عندها انفصال في الشخصيه. انفصال في الشخصيه مش بمعنى الشيزوفرينيا اللي هو يعني واحد مريض نفسي، فلا هو ممكن يروح المسجد ويصلي ويصوم ونعمل، لكن ما عندوش مانع انه يغش الناس في غش المسلمين، ولا عنده مانع كذلك انه هو يسرق، ولا عنده مانع انه هو يقتل ويدمر ويهلك الحرس والنسل. عنده خلل، لان المسجد والصلاه والطاعه والعباده لا تنفصل عن الحياه. فدي هذه ان الصلاه يعني ان يعني يعني ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. الصلاه هذه الحقيقيه
بتعقل المؤمن عن الفحشاء والمنكر. لذلك يقول في النسبة: فأما يعني إذا كانت في العالم خصال أربع أو في المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم، فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما. أما التي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل. العقل معروف طبعا، عقل العالم راجح، والصبر يصبر على المتعلم ويصبر على الأذى، يعني أقوى درجة العالم كبيرة. فلا يقابل السفه بالسفه ولا يقابل الا يعني كما قال يعني شاعرهم في الجاهليه: الا لا جهلنا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، عنده رفق، يرفق بالمتعلم والبذل، يبذل لهم وقته ويبذل لهم من نفسه، نعم، ويبذل يعني ماله. واما اللاتي في المتعلم اربع في المتعلم فالحرص، فالحرص والفراغ، حرص على الطلب والحرص على التعلم. إذا كان عندك حرص فإن شاء الله ترجو بإذن الله جل وعلا الخير. والفراغ، وانت تحتاج إلى فراغ. الإنسان المشغول دايما كيف يتعلم، كيف يترقى، مشغول شغل الليل نهار ويذهب فقط على النوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما. النبي عليه السلام يقول نعمتان مغبون فيهما. كثير من الناس يعني هم ظلموا أنفسهم في هاتين النعمتين: الصحة والفراغ. يكون عنده صحة لا يستعملها في طاعة الله حتى تذهب عنه هذه الصحة. عنده فراغ لا يستثمره في عمارة أوقاته وعمارة يعني بذكر الله سبحانه وبناء نفسه وبناء يعني شخصيته وبناء قلبه والتعلم والطاعة والعبادة والأعمال النافعة، فيضيع منه الفراغ فيأتي بعد الشغل. فالحرص والفراغ والحفظ والعقل. شوف العقل لما موجود في العالم موجود في المتعلم، لو لم يوجد العقل يبقى الإنسان خرج عن كونه إنسانا إلى شيء آخر. ولذلك الكفار رب سماهم الله أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لأن العقل عندهم ملغي. هو لو يعني لو تدبر في أمر السماوات وأمر الأرض، هذا خلق الله، سماوات وأرض وشمس وجبال وقمر ونواء وأناس وأشكال وألوان وأحمر وأسود وأبيض ودواب ونباتات وأزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهذا كله هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. يقول: فإن لأن العالم إذا لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره. يعني لو لم يكن عند العالم عقل يعني يحسن به كذلك إيصال الفكرة وتربية المتعلم، خلط عليه أمر، يعني اضطرب عليه أمر. وإن لم يكن له صبر على يعني عليه من له، إن لم يكن صبر عليه على الطالب، وإن لم يرفق به بغض إليه العلم. يعني لو في بعض الناس كده كما قال الله جل وعلا: إيه ولو كنت فظلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ممكن واحد في يعني يبغض الناس في العلم بسبب سلوك شديد وعنف وجفاء، فيبعد خلص عن العلم، مش عن العالم ده، يبعد عن العالم ويبعد عن العلم ويبتعد عن المسجد، فيكون متسببا في ذلك. نعم. وإن لم يبذل له علمه لم ينتفع به. وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم، وإن لم يكن له حرص لم يتعلم، وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه، وإذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء، أي الكتاب بمعنى المكتوب على الماء، يعني المصدر بمعنى الفعل، يعني الذي يكتب على الماء. كيف؟ ثالثا أداب الطالب في درسه وبرنامجه فيه. شكل هذه أداب الطالب في درسه وبرنامجه الباء مفتوحة والراء يساكنة. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، متوفى سنة 63 و400: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. لماذا ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل؟ لأن الله جل وعلا رضي عن السلف اللي هم أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث عند هذه الرواية عند البخاري. الضعيف خير القرون، لكن الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
قوم أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا المسألة فبيقول ويعني ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، يبقى خرج عن سبيل هداية كسائر الفرق التي خالفت سلف الأمة في الاعتقاد وفي العمل. ومن تعداه مجتهدا زل، زل يعني لم يصب الخطأ، أخطأ، زل الزل بمعنى الخطأ. فأول العلم أو فأول العلم حفظ كتاب الله عز، حفظ كتاب الله جل وعز، جل عن جل يعني يعني تعالى وتنزه عن الشريك والصاحبة والولد، يعني يعني جل وعز أو عز وجل، وعز سبحانه وتعالى يعني عز أن يكون له مثيل أو صاحب أو ولد. ومن العزة التي معنى القوة، نعم، واسم الله جل وعلا العزيز. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. كل ما يعين على فهم كتاب الله، مثلا شيء من العلم، شيء من اللغة، شيء من النحو يعين على فهم كتاب الله جل وعلا، يقول فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، يعني هو بيقول لا أقول إن حفظه يعني حفظ القرآن كله فرض على كل واحد، ولذلك حفظ القرآن فرض عليه على الكفاية، وليس على كل واحد من المسلمين أن يحفظ كتاب الله، فإن لم يحفظه كاملا كان آثما، لا، فرض على الكفاية، يعني أن يكون في الأمة حافظة تحصل بهم الكفاية الأمة من ذلك. يقول ولا أقول إن حفظه يعني إن حفظه كله، شكل كله هذه لأنها هي يعني توكيد من الضمير هي المجهور، يعني حفظ مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه وكل توكيد له. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. هنا الكلام واضح جدا، ليس من باب الفرض، يعني هو يقول لك إن المسألة إن طلب العلم درجات ورتب من المرتبة، يعني لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف. نعم، ومن تعدى سبيل السلف عامدا ضل، ولو كان مجتهدا وأخطأ في فهم كلام السلف زل، لم يصب الصواب، لأن السلف مجموع الأمة كانوا على الصواب وعلى الحق. فأول علم حفظ كتاب الله جل وعلا وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه. ومسألة وهو لا يقول لك أن حفظ كتاب القرآن فرض، لكن هو فرض على مين؟ على من؟ على من أراد أن يكون عالم. إذا أردت أن تكون عالما لابد أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتحصل من العلوم التي تعينك على فهم كلام الله جل وعلا. وقال الحافظ ابن جماعة هو بدر الدين ابن جماعة، بل الحافظ بدر الدين ابن جماعة له كلام متين في يعني تذكرة السامع ويعني والمتكلم، كتاب من الكتب النافعة، بيد أنه كان عنده أخطاء في مسائل الاعتقاد، فكان على مذاهب الأشاعرة، والأشاعرة هو مذهب الأشاعرة في الصفات، تحريف الصفات عن معانيها، وهذا مذهب مخالف لأهل السنة والجماعة، لكن عنده من التصانيف النافعة مثل تذكرة السامع والمتكلم. فقال يبتدأ أولا بكتاب الله عز وجل فيتقنه حفظا، يتقنه بضم الياء، لأن الفعل الماضي أتقن رباعي، لما يكون الفعل الماضي عندما يكون الفعل الماضي ياء رباعيا يعني أربع حروف، يبقى مضارعه الحرف الأول مضموم، دحرج يدحرج، زلزل يزلزل. أما إذا كان الفعل الماضي ثلاث حروف يبقى أوله في المضارع مفتوح، ضرب يضرب، لعب يلعب، مفتوح الأول، فيتقن الفعل الماضي أتقن، يبقى رباعي، يبقى نعم. يقول يبتدوا أولا بكتاب الله عز وجل فيتقنوا حفظا، ويجتهدوا على إتقان تفسيره وسائر علومه. الحمد لله. فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، أصل العلوم، أنا شرف العلم بقيمة معلومه. ولما كان القرآن كلام الله عز وجل فلا ريب أن علم التفسير من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، فقيمة العلم بقيمة معلومه.
وقال الخطيب البغدادي المتوفى كذلك سنة 63 و400: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل. يعني شوفوا هنا، أنتم انظروا هنا نصوص العلماء، وفي وفي في في تباين. يعني الحافظ ابن عبد البر متوفى سنة يعني في القرن الخامس 63 و400، ويقول لازم لابد يبدأ بكتاب الله جل وعلا. بدأ الدين ابن جماعة في القرن إيه؟ القرن الثامن سنة 33 و700، ويقول يا لابد يبدأ من كتاب الله جل وعلا. خطيب بغدادي كذلك متوافق مع ابن عبد البر كذلك، نعم، يقول ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب. إذا العلماء في التواريخ هنا تدلك على إيه؟ إن هذا ما اتفق عليه أهل يعني أهل العلم، وإن تباينت أزمانهم كلهم متفقون على أول طلب العلم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والأغزم من العلوم التي تساعد على فهم وعلم. وكذلك كان الصحابة، الإمام أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي لما قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن يعني أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، نعم، أنهم كانوا يحفظون 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوها حتى يعلموها ويتعلموا ما فيها ويعملوا بها. قال فتعلمنا العلم والإيمان جميعا. قال خطيب بغدادي ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، إذ كان أجل العلوم، إذ كان هو أجل العلوم بالفتح لأنه خبر كان، وأولها بالسبق والتقديم. قال ثم يحفظ، وهذه يبقى إذن أول الدرجات حفظ القرآن. قال ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفي الحديث وعلوم، بين طرفي الحديث وعلومه والفقه وأصوله والنحو والتصريف، ولا يشغل ذلك عن مدرسة القرآن وتعهده وملازمته ورده من كل يوم أو أيام أو جمعة، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. هو يقول بعد حفظ القرآن والفهم، نعم، يبدأ بحفظ كل فن من الفنون، يبدأ بحفظ مختصر. المختصرات دي مفيدة جدا، اللي هي المتون يعني كما قال الرحبي رحمه الله تعالى في يعني منظومته في المواريث، يقول فاحفظ فكل حافظ إمامه. فحفظ المتون بفضل الله سبحانه وتعالى بيركز هذا العلم في قلبك. فمجرد تحفظ متنا يسيرا وتعب وتقرأ شرحا لهذا المتن، تجد أن هذا العلم قد ثبت في قلبك. ليه؟ لأنك تحفظ فيه متنا كاملا وعندك شرح لهذا المتن. لذلك العلماء كانوا يبدأون بعد حفظ القرآن، يبدأ بأخذ شيء من المتون، نعم، بيجمع بين الحديث وعلومي، بين طرفي الحديث وعلومي والفقه وأصولي والنحو والتصريف، ولا يشغل ذلك، ولكن بشرط ألا ينشغل بمثل هذا. وهذا يقع فيه كثير منا، أنه بينشغل عن قراءة القرآن بطلب العلم. يقول أنا بطلب العلم، لا، طلق يعني. لذلك يقول ولا يشغل ذلك عن مدرسة القرآن وتعهده وملازمة ورده. هو هذا الصمام الأمن عندك، صمام الأمن وردك من القرآن. طالما محافظ على الورد بفضل الله سبحانه وتعالى اليومي، أنت الحمد لله في منع وفي حفظ. أو لما تقصر في الورد تجد عندك الهموم، فتهاجمك الأموم والهموم والغموم والشواغل، وتجد نفسك يعني في غفلة، وقلبك لا تكاد تشعر فيه بشيء من الاطمئنان والسعادة. قراءة الورد اليومي من أعظم أسباب السعادة والله. وانظر نفسك اليوم اللي انت تحافظ فيه على وردك من القرآن، ولو جزء في اليوم، او جزء حتى تختم كل شهر. قال ثم يشتغل بشرح تلك المختصرات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على كتب ابدا، بل يعتمد في كل فن من هو احسن تعليما له واكثر تحقيقا فيه وتحصينا منه، واخبرهم بالكتاب الذي قرأه. يعني يقول بعد حفظ المتون يعمل ايه؟ يذهب الى المشايخ فيدرس عليهم هذه المتون، ولا ياخذ هو الشروح من الكتب هو، لانه قد يفهم شيئا خاطئ على جهه الخطا، فيستقر هذا الشيء في قلبه ولا يستطيع بعد ذلك تغييره. يعني يذهب الى المشايخ، وهذه طريقه السلف في العلم، في العلم والحفظ والقراءه. الصحابه تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعلم التابعون؟ هي من الصحابه.
وكيف تعلموا تابعوا التابعين من التابعين، وهكذا كل جيل يعلم الجيل الذي بعده. وأصل العلم هو كتاب الله جل وعلا، الوحي المنزل من السماء المنزل في القرآن والسنة، الذي حمله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي. قال ثم يشتغل بشرح تلك من نعم، وبعد مراعاة الصفات التي تقدم ذكرها من الصلاح والاستقامة، مراعاة الصفات اللي هي في العالم اللي ينبغي يكون العالم من الصلاح والاستقامة وحسن المعتقد والورع ونحو ذلك. رابعا وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه، ويطيق شكل الياء مضمومة، ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. يعني الإنسان مثلا يعني القصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد تبلغه. نعم. ويعني فالإنسان دائما يأخذ من الدين، يأخذ من أعمال كما قال مثلا خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله لا يمل حتى تملوا. خذوا من الأعمال ما تطيقون، إنسان يأخذ من العمل. لماذا؟ لأن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها. أحب العمل لله سبحانه وتعالى أدوم العمل، ليس أنك تعمل عملا كثيرا ثم تنقطع عنه، لا، خلي العمل قليل أنت 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 تطيق لك تداوم عليه. وكذلك كان النبي عليه السلام كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني كان إذا عمل عملا أثبته، حافظ عليه صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، يعني مثلا يسهر طول الليل، ولما يسهر طول الليل حيسبب خلل في النوم وخلل في العقل وخلل في الفهم ويتغير عليه مزاجه. لذلك يقول ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. ثم ذكر بإسناده إلى إسماعيل ابن علية قال كنت أسمع من أيوب 5 أحاديث ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. فقد يسمع قليلا هذه طاقته. نعم. ولقال ولو حدثني بأكثر من ذلك يعني ما أردت. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال كنت آتي الأعمش ومنصور بن المعتمر وجميعهم من المحدثين. نعم. كنت آتي الأعمش، الأعمش الإمام المحدث الكبير. نعم. الزهري؟ لا، الأعمش خلاف الزهري. الأعمش خلاف الزهري وهو معروف بهذا اللقب. وهذا معناه إذا كان الإنسان عرف بلقب، نعم، حتى لو كان في هذا اللقب في نوع من التنقص فإنه لا بأس به. فهو كان عنده عمش بعض الشيء. نعم. فعرف بذلك. كما في حديث ذي اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، لأنه كان في يديه طول، فهذا لأنه كان لا يتبرم بذلك، فمثل هذا لا بأس به. أما التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه ولا تنابزوا بالألقاب، فهو إطلاق الألقاب القبيحة التي تسوء صاحبها، فهذا هو التنابز المذموم. يقول كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع 4 أحاديث 5 ها ثم فاسمع 4 أحاديث 5 ثم انصرف كراهة ان تكسر وتفلت. يعني تذهب، يعني انساها. يعني وفي ترجمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى في الحلية اللي هي حلية الاولياء لأبي نعيم الاصبهاني عن زيد بن الحباب قال سمعت الثوري وسأله شيخ عن حديث فأجابه، ثم عن آخر فأجابه، ثم عن ثالث فأجابه، ثم سأله في الرابعة. يعني سأله يعني 4 مرات. فقال إنما كنت أقرأ على الشيوخ الحديثين والثلاثة ولا أزيد حتى أعرف العلم والعمل بها. فألح الشيخ عليه فلم يجبه، فجلس الشيخ يبكي، فقال له سفيان يا هذا تريد ما أخذته في 40 سنة تأخذه أنت في يوم واحد؟ وراد أن يعلمه، هو رجل
سألوا عن مسألة فأجابوا، والثانية حديث ثاني فأجابوا، والثالثة فأجابوا، والرابعة لم يجبه. ثم قال له يعني علمه، قال إنما كنت أقرأ على الشيوخ. سفيان الثوري يقول له إنما كنت أقرأ على شيوخ الحديثين والثلاثة ولا أزيد حتى أعرف العلم والعمل بها. المسألة مش ليس كما ذكرت لكم مرارا، ليس بكثرة المعارف عندك، المسألة عندك بإيه؟ العلم، الدائرة العلم والعمل لكون تكون إيه؟ تكون متساوية. مش عندك شوف الدوائر المتساوية دي؟ أهي دائرة العلم ودائرة العمل عندما تكون الدائرتان متساويتان متكاملتين، يبقى أنت في الحالة دي أنت الحمد لله السلوك السوي، الشخص المستقيم. أما تكون دائرة العلوم كبيرة جدا جدا ودائرة العمل قليلة زي مثل دائرة المشاعر والتفكير اللي تحت دي، يبقى في خلل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فجلس الشيخ يبكي، فقال له سفيان يا هذا تريد ما أخذته في 40 سنة تأخذه أنت في يوم واحد؟ وقال له أنا كعلم ده أنا حصلته بعد 40 سنة، أنت حتى في تظن أنك في يوم واحد هتأخذ العلم كله؟ لا، يوم بعد يوم، هكذا العلم تراكمي. المهم أن أنت تكون على الطريق، تصل إن شاء الله يوما ما، لا تتسرع بقى أنت الوصول، لك لما تسرع الوصول قد لا تصل، قد تصطدم بشيء في السرعة وفي العجلة فتقع وتصاب. وعن شعبة أيضا قال كنت آتي قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام الكبير المفسر، وشعبة ابن الحجاج أيضا المحدث الكبير، قال كنت آتي قتادة، وكلامهما من التابعين، قال كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدثني ثم يقول أزيدك، فأقول لا حتى أحفظهما وأتقنهما. وعن يونس ابن يزيد قال لابن شهاب، ابن شهاب ده هو الزهري، ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري، نعم التابعي الكبير أيضا، يا يونس ابن يزيد لا تكابر العلم، فإن العلم أودية بأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن يعني قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام يعني طلب، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. هو الذي يقول لك هذا، إن أنت ما تفكرش من العلم ده هتأخذه جملة واحدة، لأنك لو أخذت جملة واحدة هتنساه كذلك جملة واحدة. يعني أنت مثلا عندما تبحث مسألة لا تتبرم ببحث مسألة مثلا ممكن تمكث فيها ساعة مثلا، لأن البحث ده هو اللي بيثبت هذه المسألة في قلبك. بحثتها في الكتاب الفلاني، ثم بحثتها في كتاب الآخر والثالث، طول النفس في البحث هو اللي بيعمل ايه؟ بيثبت العلم في القلب. إذا مسألة التسرع في طلب العلم، أنت الحمد لله افطرع. فيعني ليس من المهم متى تصل، المهم أنك تكون على الطريق. فكل من صار على الضوء دي أحسن وصل. اللي بيمشي على ضرب الفجور والمعاصي هيصل، قد يصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالمعاصي بعيد الشرك. وكل من صار على ضرب العلم والطاعة والإيمان بإذن الله يصل إلى، حتى وإن لم يصل في الدنيا فلعل الله يبلغه ذلك بنيته، لأن نية المؤمن أبلغ من عمله. طالما عندك نية صالحة الحمد لله وأنت على الطريق وتواصل، هذا هو المطلوب. لأن الله جل وعلا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لماذا الجملة الاعتراضية دي؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في جملة اعتراضية هنا في الآية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الاعتراض هنا ليه؟ حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى بأنك المطلوب، وأنت مطلوب أنك تعمل كل الأعمال الصالحات، لا تعمل ما تستطيع، تبذل وسعك طاقتك، بعد ما بذلت وسعك خلاص هو ده هذا المطلوب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذا الجملة الاعتراضية في آية سورة الأعراف، حتى تتعلم بأن الله جل يريد منك ليس أنك تحصل ما لا تستطيع، لا تحصل طاقتك وسعك. وعن عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة
وإنما يدرك العلم وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، يعني نعم، أو وإن يعني وإنما يدرك العلم حديث، يعني العلم فيكون حديث بدل من العلم، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، يعني شيء شيئا فشيئا، اللي هو هذا التراكمي. وعن أبي عمرو الأوزاعي يعني رحمه الله تعالى قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما. الموطأ ده تأليف من؟ ما معنى الموطأ؟ احنا مش انا اتكلمنا على السنن والموطئات في حديث الاثار. احسنت. الموطئات السنن هي ايه؟ السنن اللي بتجمع الحديث على الابواب الفقهيه، السنن الاربعه، سنن ابي داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ابن ماجه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبها على ابواب فقهيه، على الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج، كل باب كل كتاب يروي تحت الحديث، هذه تسمى كتاب ايه؟ السنن، ليس فيها اثار الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الموطئات ففيها السنن وفيها الاثار وفيها البلاغات كلها، لذلك سميت ايه؟ سميت يا موطئات. عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، يعني سمعوا له، سمعوا الموطأ في 40 يوما. فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما متعجبا قلما تفقهون فيه. مش ممكن الكتاب ده انا اخذته والف فيه 40 سنه وانت حفظته وانتم حفظتموه في 40 يوم تظنون انكم فقهتم فيه؟ قال: قلما يعني قلما يتفقهون فيه. مش ممكن كتاب الف في 40 سنه. لذلك انت لما تقرا كتاب اول مره حتى لو قراته كاملا انت بتظن ان انت حصلت فيه كام في اول قراءه لك لاي كتاب؟ 15%. لو قرات الكتاب قراءه متامله تحصل منه 15% اول قراءه. قراءه ثانيه للكتاب نفسه هتزيد، ممكن توصل ل 30%، تزيد وهكذا كل مره حتى تصل الى 100%، يعني ممكن تصل 100% من قراءه كتاب لاول مره. طب لو واحد بيقرا كتابه وخلاص ونسى الكتاب وخلاص، هو استفاد منه ايه؟ استفاد منه شيء يعني لم يستفد العلم اللي في الكتاب. عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى الإمام الكبير كتب رسالة للشافعي أنه يشرح فيها رسالة، يعني يسأله فيها تأليف كتاب في أصول فقه، يعني يكون حلا لمسائل الفقه، فألف كتاب الرسالة وأسماه كتاب الرسالة الشافعي رحمه الله تعالى. فعبد الرحمن المهدي رحمه الله يقول: قرأت الرسالة 50 مرة وما من مرة إلا واستفدت فيها شيئا جديدا وما زلت أدعو فيها للشافعي رحمه الله تعالى. 50 مرة. خامسا: إذا شرح محفوظاته يعني المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمع من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة. يعني هو بيقول إيه؟ هو أولا بدأ بإيه؟ والكلام ده برنامج عملي للطالب هتتعلم كيف تطلب العلم. الحمد لله أنت في معهد، في المعهد كفيك مسألة التدرج، خلاص أنت في السنة الأولى تدرس كده والسنة الثانية والسنة الثالثة وهتحفظ القرآن مع المعهد في المعهد، لكن أنت دي هذه خبرات لك فيما بعد. نبدأ الأول بالترتيب كده، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حفظ المختصرات، شيخ بطل، ثم حفظ المختصرات، بعد المختصرات إيه؟ تروح تذهب إلى شرح المختصرات دي، ثم تذهب إلى ما يسمونه المطولات. المطولات دي اللي هي كتب الفقه بقى، المغني في الفقه والكتب الطحاوية وكتب اللي هي فيها بسط كثير جدا، يسمونها جرد إيه؟ جرد المطولات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.